بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكافة المشاهدين، تحية خاصة للناس جندوبة. مخاطبكم عبد الله الغزواني، رئيس القائمة المستقلة العبور عن الدائرة الانتخابية بجندوبة. ولايتنا ولاية تزخر بالكفاءات العلمية وغنية بالموارد والثروات الطبيعية. جندوبة تعتبر خزان مائي هام جدا، بحيث توجد في جندوبة 4 سدود كبرى و32 بحيرة جبلية وعدد 131 بئر عميقة. عندنا كذلك أراضي صالحة للزراعة تقدر 170 ألف هكتار، منها 40 هكتار أراضي سقوية. عندنا كذلك غابات جميلة وممتازة تمتد على مساحة 120 ألف هكتار. جندوبة تتميز كذلك بتنوع إيكولوجي هام، الشيء اللي يخليها باش تعمل أنشطة سياحية متنوعة على مدار السنة، سواء سياحة استشفائية أو سياحة شاطئية أو سياحة غابية بيئية أو سياحة ثقافية فنية، نظرا لتواجد مواقع أثرية بجندوبة. اللي ينقصنا عندنا كل مقومات التنمية والتطور والسعي نحو حياة كريمة، اللي ينقصنا هو العزيمة والإرادة الحرة والمبادرة الفعالة. في هذا الإطار تتنزل مشاركتنا من خلال قائمة مستقلة اسمها العبور، بشعار نبادر نعمل نبدع فنتقدم. نتقدم لكم ببرنامج تنموي فعال متميز يراعي كل خصوصيات المنطقة. نهدف من خلال برنامجنا أن ندفع مسار التنموي بجهة، أن نحد من ظاهرة الفقر والبطالة. برنامجنا يمس تقريبا كثير من القطاعات، قطاع الصحة، قطاع التربية، قطاع البنية التحتية. الوقت قد لا يتسع لشرح البرنامج شرح مفصل، ممكن نختزلوه في 3 محاور كبرى. هو المحور الأول هو إعادة الاعتبار لمنطقة جندوبة باعتبارها منطقة فلاحية بامتياز. المحور الثاني توفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية لجعل منطقة جندوبة قطب سياحي متميز. والمحور الثالث هو العمل على بعث عدة مناطق صناعية بجندوبة، وذلك لتوفير يد عاملة لاستيعاب يد عاملة كثيرة. نأمل أنكم تأيدونا ودعمونا، وإن شاء الله لو فزنا في الانتخابات نوعدكم أن نمثل ولايتنا أحسن تمثيل، والله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.